بسم الله. درس المتجهات للسنة الثانية إعدادي، الحصة الثانية. تذكر في الحصة السابقة ديال درس المتجهات قمنا بأنشطة حول مفهومين أساسيين اللي هما الاتجاه والمنحى. نعود نذكر بعجالة الاتجاه. إذن كما ترى لدينا هنا عدة مستقيمات. كيف هي؟ كيف تراها في هذا الشكل؟ صحيح، هذه المستقيمات متوازية فيما بينها. إذ ماذا قلنا عنها في الحصة الماضية؟ صحيح، هذه المستقيمات لها نفس الاتجاه. مزيان، ماذا نقصد بالاتجاه؟ مزيان، نقصد بالاتجاه التوازي. إذا المستقيمات متوازية فيما بينها، إذا لها نفس الاتجاه. والعكس صحيح، مستقيمات لها نفس الاتجاه يعني ماذا؟ صحيح، يعني أنها متوازية فيما بينها. ثم تحدثنا سابقا عن اتجاه مستقيم، وقلنا اتجاه مستقيم هو جميع المستقيمات، هي وجميع المستقيمات الموازية له. تقن؟ نعم. ثم تحدثنا عن مستقيمين متوازيين وعلاقتهما بالاتجاه. لاحظ هذين المستقيمين في هذه الصورة، كيف هما؟ صحيح، هما مستقيمان متوازيان. إذا ماذا يمكن أن نقول عن اتجاههما؟ صحيح، هذين المستقيمين لهما نفس الاتجاه. نمر انظر إلى هذه الوضعية، كيف ترى هذين المستقيمين؟ صحيح، هذان المستقيمان متقاطعان أو غير متوازيين. إذا ماذا يمكن نقول عن اتجاههما؟ صحيح، هذان المستقيمان ليس لهما نفس الاتجاه. نمر. انظر إلى المستقيمين EF و AB، كيف تراهما في هذه الصورة؟ صحيح، المستقيمان EF و AB متوازيان. إذ ماذا عن اتجاههما؟ صحيح، هذان المستقيمان لهما نفس الاتجاه. لماذا؟ صحيح، لأنهما متوازيان. انظر الآن إلى المنحى E نحو F والمنحى A نحو B، ماذا يمكن أن نقول عنهما؟ صحيح، المنحى E نحو F هو نفس المنحى A نحو B. واضح؟ نمر. الآن انظر إلى هذه الوضعية، ماذا يمكن أن نقول عن المنحى AE نحو F والمنحى A نحو B؟ لاحظ السهم الأول الأخضر والسهم الثاني. جيد، المنحيان متعاكسان، المنحى E نحو F والمنحى A نحو B متعاكسان. نمر. ماذا يمكن أن نقول هنا في هذه الصورة عن المنحيين E نحو F و A نحو B؟ فعلا المنحى E نحو F ليس هو نفس المنحى A نحو B، وما خصناش نقول متعاكسان. واضح؟ وماذا عن اتجاه المستقيمين EF و AB؟ صحيح، المستقيمان EF و AB ليس لهما نفس الاتجاه. إذن المستقيمان EF و AB كما ذكرنا غير متوازيين، إذن ليس لهما نفس الاتجاه. والمنحى E نحو F يخالف المنحى A نحو B. نمر.
يلا الان غادي نرجعوا للوضعيه اللي كنا اقترحنا في الحصه الماضيه وبها باش بدينا الحصه. الان غادي نعاود نوضع ديك مستقيم او اف كما ترى ونقطه ام من المستوى، ثم هنا قمت بابراز المنحى او نحو اف بواسطه السهم الاخضر. ثم ساعطيك هنا ثلاث شروط. الشرط الاول المسافه ام ان تساوي المسافة AB أو تساوي 6 سنتيمتر، أعتذر هنا. ثم المستقيم MN يوازي المستقيم D اللي هو المستقيم EF، دابا نضيفها في الشكل. إذن كما ذكرت هنا المستقيم MN أو نعم يوازي المستقيم D، يعني كتبتها هنا المستقيم MN يوازي D، والمسافة MN تساوي 6 سنتيمتر. ثم المنحى M نحو N هو نفس المنحى E نحو F. إذا المطلوب منك الآن هو أن تنشئ النقطة N التي تستجيب لهذه الشروط الثلاث. الشرط الأول هو شرط المسافة، كنت تعرف المسافة MN تساوي 6 سنتيمتر. والشرط الثاني هو التوازي أو الاتجاه، المستقيم MN يوازي المستقيم D، أو يمكن القول MN و D لهما نفس الاتجاه. والشرط الثالث المنحى M نحو N هو نفس المنحى E نحو F. يلا حاول ترسم النقطة N التي تستجيب لهذه الشروط الثلاث. صافي انتهيت، يلا نشوف الجواب. إذن كما ترى هنا وضعنا النقطة N التي تستجيب لهذه الشروط الثلاث التي ذكرنا. الشرط الأول المسافة MN خديتها تساوي 6 سنتيمتر، المستقيم MN يوازي المستقيم D اللي هو المستقيم EF، والشرط الثالث المنحى E نحو F كما ترى هو نفس المنحى M نحو N. يلا الآن غادي نطرح عليك السؤال التالي اللي سبق لي طرحته عليك في الحصة الماضية. كم من وضعية ممكنة للنقطة N؟ بمعنى هل يمكن وضع النقطة N في مكان آخر وتتوفر فيها الشروط الثلاث التي ذكرنا، يعني الشرط ديال المسافة والشرط الاتجاه وشرط المنحة، وتكون مختلفة عن هذا المكان الذي وضعنا فيه النقطة N؟ جيد، بطبيعة الحال لا، كنا شفنا في الحصة الماضية وضعيتان يمكن تكون نقطة في هذا المكان أو في المكان الآخر، وكنا في تلك اللحظة لا نعرف المنحى. أما الآن ما دمنا نعرف المنحى فالمكان الوحيد للنقطة N هو هذه الجهة، أي هذا المكان الذي ترى على الشاشة. إذن المسافة MN محقق شرطها اللي هو 6 سنتيمتر، والمستقيم MN مع المستقيم EF لهما نفس الاتجاه أو أنهما متوازيان، والشرط الأخير المنحى E نحو F هو نفس المنحى M نحو N. واضح؟ إذن بهذه الشروط الثلاثة حققنا ما نريد. هذه المفاهيم الثلاث اللي هي المسافة والاتجاه والمنحى تكون لنا مفهوما جديدا في الرياضيات يسمى بالمتجهة، والتي سوف نتعرف عليها بعد لحظات. المتجهة ستكون محددة بثلاث عناصر أساسية اللي هي المسافة كما ذكرنا، والاتجاه أي التوازي، والشرط الأخير اللي هو المنحى. هذه المتجهة سوف نعرف بعد قليل كيف نمثلها في المستوى، وهذا سيكون هو موضوع درسنا بعنوان المتجهات. يلا خذ دفتر الدروس ونبداو الدرس ديالنا. يلا اكتب عنوان الدرس المتجهات. اولا كبيرة المستقيمات المتوازية والاتجاه. يلا غادي نحاولوا نكتبوا جميع المعلومات التي اتفقنا عليها
منذ انطلاق النشاط حول هذا الدرس. نعتبر الشكل التالي: المستقيم دلتا واحد، هنا المستقيم دلتا اثنان الذي يوازي دلتا واحد، ثم دلتا ثلاثة الذي يوازي كل من دلتا واحد ودلتا اثنان، هنا المستقيم دلتا أربعة. المستقيمات دلتا واحد ودلتا اثنان ودلتا ثلاثة كما ترى متوازية فيما بينها. يلا سجل هذه المعلومات ونقول إن لها نفس الاتجاه، نفس الاتجاه تكتب بلون مغاير نظرا لأهميتها. المستقيمات دلتا واحد ودلتا اثنان ودلتا ثلاثة ودلتا أربعة غير متوازية فيما بينها، ونقول إن ليس لها نفس الاتجاه. نعتبر د مستقيما من المستوى. جميع المستقيمات الموازية لد تسمى اتجاه المستقيم د. ليكن د أولى مستقيما موازيا لد. كما قلنا سابقا جميع المستقيمات الموازية لأحدهما هي نفس المستقيمات الموازية للآخر، إذن لهما نفس الاتجاه. باختصار، هادشي اللي غادي ناخدو كاختصار لما قلناه، دي يوازي دي أولى، أو المستقيم دي يوازي دي أولى، يعني دي والدي أولى لهما فعلا لهما نفس الاتجاه. هذه النتيجة الأساسية اللي ناخذها في هذه الفقرة، واضح؟ يلا نسجل هذه المعلومات ثم نمر. نمشي للفقرة الثانية، المنحة على مستقيم ح على متوازيي. نعتبر دي مستقيما وآ وبي نقطتين مختلفتين من المستوى. نشوف الشكل، هو النقطتان أ و ب كما ترى في هذا الشكل تحددان وجهتين مختلفتين. الوجهة الأولى كما سترها من أ نحو ب، يعني سميناها المنحة أ نحو ب. يلا ارسم هذاك السهم الأحمر بلون بنفس اللون الأحمر الذي تراه. ثم الوجهة الثانية أو المنحة الثانية اللي هو من ب نحو أ. نكتب هادشي: النقطتان أ و ب تحددان على مستقيم دي وجهتين مختلفتين، الأولى من أ نحو ب والأخرى من ب نحو أ، وكل من هذه الوجهتين تسمى منحة. المنحة أ نحو ب التي نطلع عليك خون باش تشوف مزيان هكذا، المنحة أ نحو ب نرمز له ب ب ب أ سهم صغير ب. هذه الكتابة الرياضية تقرأ المنحة أ نحو ب، نقرأها من اليسار إلى اليمين، المنحة أ نحو ب هكذا. نمر. المنحة ب نحو أ نرمز له ب ب سهم صغير أ، ونقرأ المنحة ب نحو أ. المنحيان أ نحو ب و ب نحو أ متعاكسان.
نعتبر A B C D متوازي الأضلاع من المستوى N من نقطة من نصف المستقيم A B وN نقطة أخرى من نصف المستقيم D C. نشوف الشكل، وهذا لاحظ جيدا، وضعت M تنتمي إلى نصف المستقيم A B وN تنتمي إلى نصف المستقيم D C. شتيها؟ المنحى A نحو M وهو نفس المنحى D نحو C. المنحى A نحو M هو نفس المنحى D نحو C. نقدر نضيف السهم لذلك. يلا نكليك تلونهم، ها هو المنحى A نحو M والمنحى D نحو C. واضح؟ كذلك المنحى C نحو N هو نفس المنحى A نحو B. المنحى C نحو N هو نفس المنحى A نحو B. نتابع. المنحيان A نحو B و C نحو D. لاحظ جيدا، المنحيان A نحو B و C نحو D كيف هما؟ صحيح، متعاكسان. نقدر نبينهم بعد، ها هو المنحى A نحو B، ها هو والمنحى C نحو D، هو هذا. المنحيان متعاكسان هكذا. يلا سجل هذه المعلومات ثم نتابع. نمر. الآن الفقرة الثالثة سنعرف من خلالها بالمتجه. نعتبر AB مستقيما وM نقطة من المستوى، ولننشئ نقطة N بحيث تستجيب للشروط الثلاث التي اعتمدنا عليها سابقا في الأنشطة. الشرط الأول دابا نشوفوه، الشرط الثاني والشرط الثالث. ما هو الشرط الأول اللي كنا تكلمنا عليه؟ صحيح، هو شرط المسافة، المسافة MN تساوي المسافة AB. والشرط الثاني، المستقيمان MN و AB لهما نفس الاتجاه أو متوازيان بحال بحال. والشرط الثالث، المنحى M نحو N هو نفس المنحى A نحو B. نشوفوا الشكل، هو اللي رسمنا قبل لحظات، غيرنا النقط. إذا كما ترى النقطة N توجد هنا، N هذا هو مكانها الوحيد اللي عندنا. إذا بطبيعة الحال إذا استجابت لهذه الشروط الثلاث، شرط المسافة انظر جيدا، المسافة MN تساوي المسافة AB، المستقيم MN و AB متوازيان، والمنحى M نحو N هو نفس المنحى A نحو B. لاحظ جيدا هذين السهمين طبقين. إذا السهم الذي ينطلق من A ويصل إلى B، هذا السهم سيكون لنا موعد معه في الصفحة الموالية لندرسه. نتابع. إذا نكتبوا بعد المعلومة اللي قلنا، N هي النقطة الوحيدة من المستوى التي تحقق أو تحقق الشروط الثلاث السابقة. تلاحظ عاوتاني خديت الشكل ووضعته أمامك هنا لكي يبرز في هذه الصورة، لكي يسهل علينا عملية دراسته. المسافة AB واتجاه المستقيم AB والمنحى A نحو B، هذه العناصر الثلاث أو هذه الشروط مجتمعة معا تكون مفهوما جديدا في الرياضيات. هذا المفهوم الجديد يسمى متجه. يلا اكتبها بلون مغير لنظرة لأهميتها. هذه المتجهة عندها واحد الرمز ونرمز لها هكذا،
نضع A بجانبها B كما سترى ذلك في الصورة، هي A بجانبها B وفوقهما سهم بهذه الكيفية. شفتيها؟ نضع A بجانبها B بحال بين نكتبوا المسافة تنكتبوا فوق منها هذا السهم ونقرأها المتجهة AB. هذه المتجهة نمثلها في المستوى بواسطة سهم، وهي ممثلة في المستوى بواسطة سهم. يلا اكتب هذه العناصر، غادي نقلب الصفحة. زين، هذا السهم هكذا نضعه. طبقين، هذا السهم ينطلق من النقطة A نحو النقطة B. لاحظ السهم هنا يشير إلى الوجهة أو المنحة، ثم هنا نكتب المتجهة AB فوقها سهم. النقطة A تسمى أصل المتجهة AB، والنقطة B تسمى طرفها. إذا المتجهة عندها أصل اللي هو النقطة A، وعندها طرف اللي هو النقطة B. المسافة AB تسمى منظم المتجهة AB. تذكر هذه الأمور جيدا. إذا عوض أن نقول المسافة AB نقول منظم المتجهة AB. وعنده واحد اسم آخر أو معيارها. إذا المتجهة لها منظم أو معيار، والمنظم أو المعيار يمثل المسافة بين الأصل والطرف، أي اللي هي المسافة AB. المسافة بين النقطة A والنقطة B تسمى منظم المتجهة AB اللي هو طول السهم. اتجاه المستقيم AB يسمى اتجاه المتجهة AB. كما تذكر اتجاه مستقيم نقصد به جميع المستقيمات الموازية له، أو اختصر ذلك اتجاه هو التوازي. صافي، اتجاه المستقيم AB يسمى اتجاه المتجهة AB. ثم النقطة الأخيرة اللي هي المنحة. المنحة A نحو B يسمى منحة المتجهة AB. إذا المتجهة عندها منظم اللي هو المسافة بين أصلها وطرفها، وعندها اتجاه اللي هو اتجاه المستقيم AB، ولديها منحة من A نحو B كما يظهر ذلك على الصورة. أي السهم ينطلق من A ويصل إلى B. إذا خلاصة، كل متجهة يتم تحديدها بعناصر ثلاث، وهي المنظم زد فعل والاتجاه والمنحة. إذا المتجهة مفهوم جديد في الرياضيات نعبر عنه بهذه الكيفية بواسطة سهم له أصل وله طرف، ونرمز لها بA بفوقها سهم، وهي محددة بهذه العناصر الثلاث اللي هي المنظم والاتجاه والمنحة. واضح؟ حالة خاصة، نعتبر المتجهة AB الذي أصلها A وطرفها B. إذا كانت النقطة A تساوي B فإن المسافة AB كما ترى تساوي صفر، أي المسافة بين A و B منعدمة. لذا نسمي المتجهة AB متجهة منعدمة، لأن منظمها منعدم، منظمها هو المسافة بين الأصل والطرف اللي هي المسافة AB. ما دامت المسافة منعدمة فالمتجهة تسمى متجهة منعدمة، ونرمز لها هكذا بهذه الكيفية صفر فوقه سهم، ونقرأه المتجهة المنعدمة. واضح؟ ثم ملاحظة أخرى، المتجهة المنعدمة ليس لها اتجاه ولا منحة. لو ما دامت النقطة A تساوي B، إذا قلت لك المنحة من A نحو B وهما متطابقتان،
هل تفهم شيئا عن المنحة؟ لا نفهم شيئا، لأنه أ و ب متطابقتان، كذلك لا نفهم شيئا من الاتجاه أو التوازي ما دامت النقطة أ هي نفس النقطة ب. إذن المتجهة المنعدمة ليس لها اتجاه ولا منحة، واضح؟ يلا نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. أنا ما عطيتك حتى شي تمرين في انتظار الفقرة الموالية، عندك ساعة إن شاء الله يعني نوضع التمارين. يلا هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش، إلى اللقاء.